سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطلبيه ديال المتابعه للقناه ديالي من فرنسا. كما كتشوفوا بنسمعي عندها تكشيطه وقفطان جوهره وقفطان ديال مبره، هادو هما القفطنات ديالها. كلهم غادي نوريهم لكم كيفاش دايرين من البوسين. وبالنسبه على رشامي تقريبا كلهم شاركتهم معكم، باقيه ديال التكشيطه ان شاء الله غادي نخدمها وغادي نشاركها معكم كيفاش خدمتها، اللي هي هذه كما كتشوفوا. يعني لبسه هكا دو بياس، فوقاني موسلين والتحتاني ساتان. ساتان فيتنام درت لها لان ساتان فيتنام كيجي زوين في اللبسه، كيجي نازل وما كيتشنتف ما حتى شي حاجه، كيجي زوين. هذاك مبرا مرايا وهذا قفطان جوهره. المهم في الفيديو غادي تشوفوه بالتفصيل المميل كيفاش جاي الشكل ديالهم. بالنسبه للبسه كما كتشوفوها بحال هكذا، يعني هي بحال صومو بحال غوز، يعني مخلطه لوين ديالها مفتوح. فانا اختاريت ندير لها الوريضات في الغوزان ديالها بحال هكذاك في الوسط، والرشيمه عامره الصدر كامل بالتوبي وباكستراس ليستراس الهرم بحال هكذا، يعني الصدر كله عامر وديك الهبيطات وفي الكمام. البصل فصلة ديالها راه ايفازي من تحت، ايفازي مزيان يعني القياس ديالها كامل. وخدمتها يعني هكا، هي اخترت تخدمها بسقلي ذهبي جا معاها زوين، وحتى الظهر فيه التنبات. المهم انا هنايا في الفيديو غادي نوريكم الشكل ديالها كله، يعني من القدام من الظهر من الكميمات، باش تشوفوا الموديل كيفاش طلع لها. كتجي زوينه بالنسبه كما كتشوفوا الحجر راه ديال الزاج، هو اللي كيبقى كيعطي ديك البريو بحال هكذا. وصافي هذه هي البيصه، نخليكم معاها ومن بعد غادي نوريكم القفطان ان شاء الله ديال جوهره وموراها قفطان. جوهرة بغات نخدمو لها بالجيلاتين، حتى هو الخدمة الجيلاتين بحال هكذا، يعني صدر والكميمات والفتحة وفي الهبيطات هو كيكون فيه ليستراس. بالنسبة لهاد الخدمة هادي نفسها راني سبق لي شاركتها معكم في قفطان خضر، قفطان ذهبي، قفطان قلق كورونا. عندي بزاف ديال لي موديل بحال هكا قفطان جوهرة، كيجي الشكل ديالو مزيون بحال يعني الرشمة ديال الرندا، ولكن هي مخدومة بالجيلاتين بحال هكذا كما كتشوفو. بالنسبه انا حزمت عليه على المانكا باش تشوفوا كيفاش كيجي. الا بغيتوا ديروا حزام هكا رقيق بحال هكا مجدول اولا تخليوه مطلوق. وبالنسبه هي السيده كانت بغات معاه التخامل ديال اليدين مزيان، زعما كيكون في الدار هكا. الا بغيتي دوري بالقفطان هكذا بيه في الدار كيجي خفيف ومزيان. وهذا قفطان ديال المبرا مرايا كما كتشوفوا بحال هكذا. هذا الموديل سابق لي خدمه معكم في الزرق في الخضر، كنظن بزاف الالوان خدمتهم فيه. بالنسبه الصدر كله منبت والكميمات والظهر، والمضمه حتى هي فيها نفس الرشمه اللي كاينه في القفطان. وبالنسبه ديك السميطات راهم غادي يجيو تحت المضمه للسيده اللي غادي تلبسو، لان حنا كناخذو القياس ما بين الكتاف الى حتى لجهه المضمه ديالها. المنكره ما كتكونش القياس ديال الانسان بالضبط اللي خدينا على القياس او لا شي حاجه. وبالنسبه للفصاله كما كتشوفوا راه كلوش من تحت بزاف. وصافي هذا هو الشكل ديالو بحال العاده. الحجيرات كيبريو لان كلهم ديال الزاج، الخدمه كلها منبله معاوده، يعني ما تخافوا عليها لا طيح لا مع تصبين ولا حتى شي حاجه. وان شاء الله دابا ندير لكم فيديو ديال واحد القفطان عندي 3 سنين باش خد مالو فيه الجيلاتين، تصبن وتعاود وتلبس وتعاود، ونوري لكم كيفاش رجع، يعني التوب ديالو كيفاش رجع والخدمه كيفاش باقيه. كنتمنى البنات انني يكون كان فيدكم بالفيديو ديالي. ما تنساوش دعموني بلايك وشير القناه وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم. سلامو.